مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلوة جدا سهلة وسريعة بخمس دقايق فقط. عنا كيك، هولي بقيوا عندي من الكيك اللي زينته سابقا، وكمان عندي دبل كريمة 300 ميلي، كوب حليب، ملعتين طعم نشا، ملعتين طعم سكر، وكريمة. الكريمة رح احط لكم الرابط للائلة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بنعمل كيك منيح، فرفتهم بهيدا الشكل. بمد الكيك بالصينية، بضغط عليهم اكيد بهيدا الشكل. هلا بحطهم على جنب. بنبلش بالطبقة الثانية، الحليب، النشا، السكر. بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتدوا. بس اشتدوا بهيدا الشكل هلا بحط فوقن الدبل كريم. بسم الله. كمان بحرك تحريك مستمر. بصروا بهيدي السماكي هلا بحطن على الكيك اللي بالصينية. بسم الله. بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد. هيدا الحلو بعد ما بردت بحرارة الغرفة رجعت حطيتها بالبراد حوالي ساعة. عندي كريمة كانت بالبراد جامدة، رح دوبها شوي. بس دوبت الكريمة بهيدا الشكل، رح حطلكن رابط الكريمة مع الفيديو. هلا بحطهم على الوجه. مدون كمان نفس المستوى بهيدا الشكل. هلا صارت جاهزة للتقديم. لنشوف مع بعض كيف طلعت. بسم الله. طلع شوي كريمة، هيدا الشكل النهائي. هيدا الحلو اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.